السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للإخوان والأخوات متابعي قناة التربية المعز، معكم أخوكم عبد الحميد، تحياتي لكم، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. كما كتشوفوا راه الجدران بداو من داخل الروم ماشي يحيو يرضعو الحليب الصناعي، ودابا نديرو لهم هاد السبراي. واش البكتيريات؟ البكتيريا تيبقى خصهم فاش يتزادو يدار لهم هاد الرصاصة هادي خاصها البكتيريا. هادو راهم مراضعين غنمشيو دابا. كتشوفوا هما اربعه غنديهم خسر ما نهزهم من رجليهم باش ما يتحيروش ما يوليوش صعاب باش نرضعوهم، من الاحسن نديهم في هذيك. كما كتشوف الرضاع الاصطناعي ان شاء الله ثم يرضعوا. دابا هادو راضعين اللبا ونديهم نحاولوا معاهم ثم ان شاء الله. تبارك الله راه راضعين كلش. ما شاء الله اللهم بارك. بالنسبة لإخوة هاد الرشاشة هي أنا باش البكتيريات مكيدخلولهمش من هنا من هاد العروة، علاش ملي تيكبرو وخا ميمرضوش دابا ملي غيكبرو إلا ربيتو منهم الأمهات، دوك الأمهات تيمرضو تيولي فيهم ديك السيكيت كيبقاو يضعفو تا تيموتو، وهي من الأحسن ديرولهم الرشاشة. اليوم راه ولدات تبارك الله واحد 50 جدي انت هما راه رضعوا دايره تزادوا الصباح هذاك داك الروماني اللي خدام معايا راه هو اللي مكلف بيعو، هو اللي مكلف باش كيربحهم، انا مكلف بالماعز تنحلبو تنجديهم تنجمعهم ونداوي جديهم. كانت هكا خاصها مساعدة نساعدها. هذه تاهي راه كنرضعو بيها، ما باش يرضع المعزة كنرضعو بهاد الرضاعة. دابا هاد المعزة خرجها باش تاكل.
دابا غادي نديو مع الاخرين، مع جوج ديال الاخرين الرضاع الاصطناعي. نتوما الاخوان كما كتشوفوا راه هنا فين كنربيو الجديد بعد ما كنفطموهم، بعد ما كيكونوا رضعوا الباغ ديال الامهات ديالهم. ونوضهم باش يرضعوا، ديري لهم هاد البولاغ باش كتعطيهم ديك السخونيه اللي ما كيلقاوش ديال الامهات اللي بغا يسخن تيجي لهنا. هنا راه كاين شي 40 واقيله تقريبا، وكاين دابا كل سميتو مديرينهم في زريبه، دايرين لهم هاد الزريبات هنا بهاد البال كما كتشوفوا، وكنرضعوهم حتى هنا كنرضعوهم بالرضاعه، كنزيدو نرضعوهم اللبا كالوسترو كما تيقولوا له هنايا، راه ما فيهمش الجوع، كون فيهم الجوع كون ناضو. نتوما ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انتما كما تشوفوا هاد الرضاعات هما فين كيرضعوا، دابا راه دايرين غير ربعه، وقد ما الجديان كيتزادوا قد ما كنزيدو نديرو الرضاعات. يلا زيد رضاعه انت، زيد فيك الجوع ولا والو. هانتوما الاخوان كيما كتشوفو راه كيرضع، هادي هي الطريقة باش كنربيو الجديان. بعد ما كيدوز معاهم واحد المدة ديال 10 د السوايع ولا 3 د السوايع، المهم غير كيرضع، غير كيرضع اللبا صافي. كنجيبو لهنا ومكنجيبوش يرضع ديريكت، كنخليو كنوليو نعطيوه بالرضاعة كنوليو نعطيوه نزيدوه اللبا باش يولف على الرضاعة، حقاش الرضاعة ماشي هي البزولة. نتوما لحظة معايا صافي، راه كيتعلمو، حنا كنردو معاهم البال، لي تعلم راه كنخليوه، لي مازال متعلمش كنبداو نعطيوه بالرضاعة ديال اليد، حنا كنرضعوه بنفسنا حتى تيولي يبغي يرضع هو في الرضاعة. راه ما فيهمش الجوع دابا، هما عندهم دابا واحد التوقيت اللي تينوضو يرضعو فيه. هنا ان شاء الله راه غادي شي 400 جدي بحال هكاك اللي غنربيهم، الله اعلم ولا اكثر. ها انتما البلاصة باقا خاوية، هنا راه فين دايرين واحد الرضاعة اخر لهيه موجدينو صافي. قد ما تيولد الماس قد ما حنا كنبداو ندخلو هنايا ونوجدو لهم المسايل ديالهم هنايا باش يكونوا مزيان. هادشي راه ماشي هاد أول مرة كنديرو، راه كل عام راه الباترون معاهم خدام، راه دابا تقريبا كتر من 40 عام هو تيكسب فاش هو عندو الكسيبة.
دابا راه ولات 40 معزة، كاينة 60 جدي بحال هكاك ما شاء الله. كما كتشوفو راه شي واحد هنا دوك يرضى، هادي هي الرضاعة. الكوري فاش كنربيهم خصو يكون كما كتشوفو راه مسدود من اي بلاصة، يكون سخون، مرا تيبغيو السخونية. بحال الشكل ديال الدجاج، الدجاج هو راه البولات هما لي تيديرو ليه تربية الدجاج، راه تاهما تقريبا بحال هكا. والحليب راه هنا تنديرو الحليب، هذا كما كتشوفو دوار الروبوت ديال الحليب، هذا كيخلط كيسخن الماء وكيخلط، كندير واحد داك المقادير تقريبا 170 غرام صافي كيبقى يخلط، ومن بعد قد ما تيكبروا قد ما كنزيدوا الغرامات تنوصلوا لهم حتى 200 غرام. هما التيوات اللي غاديين بالحليب عند الماء عند الجديان، مازال غنزيدهم ان شاء الله. والحليب ها هو هذا كيما كتشوف، هذا هو الحليب، هو راه الصاك فيه 20 كيلو، خيشه فيه 20 كيلو، كدير 4 كدير 54 اورو، كدير تقريبا شي 550 درهم. ما كتسمعوا هو كتخلط اوتوماتيك داكشي. خويا الاخوات، نتمنى هاد الفيديو تنال اعجابكم ان شاء الله، وتنال اعجاب جميع المشاهدين والمتابعين. الاخوه اللي تابعين قناه التربيه المعز قوموا ديروا لايك ما تنساوناش، والاخوه اللي عاد كيشاهدوا قناة تربية المعز قول لهم تابعونا، مرحبا بكم مرحبا بالجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشوفوا إن شاء الله بإذن الله فيديو جديد.